في موضوع أنت نشرته في صحيفة الشرق الأوسط وكتبت فيه أنه اهتم الراحل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ببناء القادة وتحديدا تدريب الأمراء. هذه من النقاط اللي اليوم وفي مراحل سابقة أيضا تم العمل عليها. الملك عبد العزيز في عام 1949 للميلاد طلب من مستشاره فؤاد حمزة إعداد برنامج لتأهيل الأمراء على ممارسة مهام الدولة والسياسة الخارجية، وأعد الوزير والمستشار في ذلك الوقت فؤاد حمزة برنامج كامل، سواء من ناحية يعني المواد التدريبية أو من هم الأمراء المرشحين للالتحاق بهذا البرنامج أو وين ستعقد هذه يعني الدورات إن أردنا أو هذا البرنامج، وتناقش مع مستشار آخر كان موجود وشخصية بارزة يعني في ذلك الوقت اللي هو السيد رشيد علي الكيلاني. الكيلاني كان له رأي مخالف، قال لا احنا نريد يعني نعمل كلية حقوق وقبلها يعني مدارس ثانوية وابتدائية ويلتحقون الأمراء من البداية بهذه البرنامج. شوف نقطة الحقوق هذه هي اللي اليوم القادة السعوديين على رأسهم الأمير محمد بن سلمان هم خريجين الحقوق القانونية. فهذه المقاربة اللي حنا نتحدث عن حوالي 80 عام، ذلك البرنامج الذي أعد في ذلك الوقت، طبعا القصة مع فؤاد حمزة عرضها على الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الذي كان يعني كبير مستشاري الملك في تلك الأيام، فأيد رأي فؤاد حمزة أنه لو بننتظر إنشاء مدارس وكليات سنفوت الفرصة. فهذا التأهيل وهذا التدريب بدأ مبكرا وتحمل المسؤولية، وهذا اللي وصلنا إليه اليوم ونشاهده اليوم.